يعني لم يرتكب جريمة ازدراء الأديان بالمعنى القانوني للتعريف اللي بيقال عليه. هو الراجل كل اللي عمله انه هو داس لايت، لكن كان هناك منشورات نزلت في قرية اخرى غير المحاميد بحري تطالب بالهيجان على كرولوس وعلى عائلته في النيابة بعد ما هو سلم نفسه الاربع بالليل طلب الشرطة. استجوبوا طبعا وتم التحقيق معه بدون محامي، وهذا مخالف لكل الاعراف. طبعا تم التحقيق معه وهو اعترف بكل بساطة انه هو اخطأ، وداس لايك عشرات ومئات الكنائس حرقت وعشرات الاقباط قتلوا وعشرات من المنابر دعت لمحوهم ولا مسح كرامتهم ولا ازدراءهم وكراهيتهم، ولم يتكلم اي احد انه لا يوجد دليل مادي فعلي بارتكاب الواقع عليهم. لماذا كلايك في مدينة غريب أن يكون الازدراء موجه في اتجاه سهم واحد هو الدين الإسلامي السني؟ كان قضية ديميانا هي اللي شجعت الكل أن كل واحد يعمل قضية ازدراء ديانو، عارف أنه حيتهم حتى لو كان بريء أنه حيحبس يبهدل ويعرض بحكمة عجلة.